والأمان. تسير قوافل الإغاثة وقوع حادث على الطريق السريع. تغطية إخبارية. الأحداث المحلية. الملتقى الأول لطلبة الإمارات. استمرت حالة الهدوء في أسواق الأسهم الإماراتية. وأهم الأخبار العالمية. 30 قتيلا على الأقل معظمهم من المدنيين. مباشرة من مركز الأخبار. علوم الدار في موعد جديد 12:00 منتصف الليل على قناة أبوظبي الإمارات.